ودي البيكتورال ريجن. فانا مثلا سي انت من معلوماتك عارف من الترم الاول سي دي بيكتوراليس ميجر، انا ممكن اعمل هايدنج للبيكتوراليس ميجر واعمل زومنج كده علشان اقدر اشوف اللي تحتها بيكتوراليس ماينور، اقدر برضو اشيل البيكتوراليس ماينور علشان ابدا ابص على العضلات اللي هي في الاجزيلا جوه. لما شلت برضو ممكن اشيل اللايرز لاير باي لاير لحد ما اقعد اشيل اللايرز دي كده لحد ما هوصل في الاخر للبوني سيستم بتاع الابر لم. والبوني سيستم بتاع الابر لم طبعا يعني دي الاسكابولا، اما دي طبعا الكلافيكل ودي الهيومرس زي ما انتم عارفين. برضو ممكن انا اعمل مثلا زي ايزوليشن للعظمه علشان ابدا اتفرج على العظمه، ده الفنترال سيرفيس بتاعها اللي هو الانتيريور فيو. ممكن برضو الفها كده علشان اقدر اتفرج على الدورسال فيو بتاعها الباك بتاع الهيومرس. وبرضو من الحاجات اللي احنا هندرسها في البون، وده بيبقى حاجة مهمة معانا، ان انت تدرس الفيتشرز بتاعت البون، بمعنى ان انت مثلا عندك ده اسمه ميديال ايبيكوندايل، ده هيكون اسمه لاترال ايبيكوندايل، ده هيكون اسمه ليسر تيوبروستي، ده هيكون اسمه جريتر تيوبروستي، دي اسمها هيد اوف ذا هيومرس، دي مثلا اسمها سيرجيكال نيك اوف ذا هيومرس، اند سو اون.